الموقف الموجود عبارة عن حالة تأمل، صح؟ تأمل، أوكي تمام. المتأمل بقى بيقول إيه؟ إنه في حاجة اسمها دافعي الضرائب. في شوية ناس اتلمت كده، ها، وبيقول لك no taxation without presentation. الناس وافقت على وجود حالة ما من السلطة بتديها نسبة من دخلها، فاهم ازاي؟ علشان السلطة دي تأمن لها شوية خدمات. فالحكاية حكاية ايه؟ حكاية دفع الضرائب برحابة صدر كده، بيدوا شوية من نسبة من الدخل بتاعهم علشان ناس تديهم خدمة ما، طريق كويس، مجاري كويسة، صرف صحي، كهرباء، بلا بلا بلا. ناو حاجة اسمها الجزية، تمام. الجزية عبارة عن ناس برضك، فاهم ازاي؟ برحب صدر برضو اتفقوا مع سلطة ما، فاهم ازاي؟ تقول لهم بصوا احنا مش هنسمع كلامكم ولا كلام دينكم ولا هنتبع اي حاجة انتوا بتقولوها، لكن احنا هنديكم نسبة من دخلنا على اساس تأملونا نوع من انواع الحماية او الرعاية في الارض اللي انتوا تسلطتوا فيها او عملتوا فيها سلطة، فياريت يعني. تمام. لا ده موجود ولا ده موجود، يعني دافع الضرائب بده فلوس كده للهوا، فاهم ازاي؟ ودافع الجزية بده فلوس للهوا،